النهارده موجودين مع حضراتكم داخل جامعه عين شمس ومتابعه للندوه التي اقيمت تحت عنوان السيده جيهان السادات شاهد على العصر، مع نتابع ونعود مره اخرى. ومشاهدينا الكرام، لقاء خاص وحصري مع السيده جيهان السادات لشاشه قناه النيل للتعليم العالي. السيده جيهان بنرحب بحضرتك معانا، وكل سنه وحضرتك طيبه، وسعداء جدا بوجودك معانا النهارده على شاشه التلفزيون المصري. الرئيس الراحل محمد انور سادات كانت له ايادي بيضاء كثيره على الامه العربيه وعلى العالم اسره. هي اليوم يعني احنا سعداء جدا ونحن نحتفل بهذا الرئيس ونحتفل بوجود حضرتك معانا. اولا بشكرك وبشكر المحطه، وبقول ان اليوم ده يوم بالنسبه لي يوم مهم جدا في حياتي، لانه ده يوم مولده، وانا فخوره ان انا زوجة رجل انتصر لمصر واسترد الارض بعد احتلالها، ورفع راسنا امام العالم كله، هو والجندي، الجندي اللي انا بقول لازم يعني دايما نقدره، نقدر الجندي المصري اللي بيحمي مصر وبيحمينا الى يومنا هذا، مش بس ايام انور السادات. النهارده اللي بيحمي مصر هو الجيش والبوليس والشرطه، فلابد ان احنا نقدرهم ونديهم حقهم. واقول ان انور السادات عمل من اجل مصر الكثير، ويكفينا ان هو حرر الارض واستردها ورفع راسنا قدام العالم، والحقيقه بمين؟ بالجندي اللي انهزم قبل كده، هو نفس الجندي. فالحقيقه انا فخوره حضرتك معنا النهارده، لكن الحقيقه لمن لا يعرف من هذه الاجيال هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الذي اضاف لكل الامه العربيه انتصار سطر بحروف من نور. يعني حضرتك تكلمي عن رئيس السادات الانسان، الزوج، الاب، النهارده تقولي ايه؟ هو الانسان والزوج كان نعم الزوج ونعم الاب لاولاده، كان عنده حنيه خطيره للولاد والبيت ولشعبه قبلينا كلنا، يعني كان وطني ويحب شعبه ويحب مصر ويفكر فيهم قبل ما يفكر حتى في اسرته او قبل ما يفكر في نفسه. فالحقيقه هو احنا افتقدناه، وافتقدنا الشجاعه والوطنيه والحب لبلده ده يعني. لكن احنا عندنا مصر بتفرخ زعماء كتير، وزي ما قلت احنا عندنا الرئيس السيسي النهارده عنده وطنيه وعنده حب لمصر وانتماء، وبيعمل نهضه خطيره خطيره لمصر، لازم نقدرها ونقف جنبها. حضرتك كأول زوجة لرئيس مصري تدخل في العمل العام، الحقيقة سيدة جيهان السادات يعني من السيدات الرائعات في العمل العام، وخطاكي يعني كثيرة جدا. حضرتك بتشوفي انه لابد ان تهتم المرأة المصرية بالعمل العام؟ مصر الآن محتاجة الى عمل المرأة المصرية، الى تطوع، الى جهود الجامعات الأهلية، وحضرتك من أسستي لهذا المجهود في فترة كبيرة جدا من مصر. طبعا انا وقت ما عملت كان الهجوم علي شديد جدا، لكن لم يثنيني ابدا عن وطنيتي وعن خدمتي لبلدي، لان انا مهتمه جدا بمصر وبالشعب المصري، وعملت قدر استطاعتي. هقول لحضرتك كل اللي قدرت اعمله عملته، لان محبه لبلدي، بحبها وبقدرها، ولان الشعب المصري شعب اصيل، وكان دايما انور السادات يقول الكلمه دي، شعب اصيل، شعب المواقف الجامده القويه تلاقيه واقف كله يعني. فانا كل برضو اللي نفسي اقوله للشعب المصري يجدد هذه الوقفه، ويقف كل وقفه واحده في الظرف اللي احنا فيه. مصر بتمر بظروف صعبه جدا، لازم نقدر ونقف كلنا ايد واحده لغايه ما تعدي المرحلة دي، وإن شاء الله كل شيء هيبقى يتصلح وكل شيء هيبقى جميل، ومش هيبقى عندنا مشاكل زي اللي احنا بنشوفها دلوقتي، لكن بتجيش إلا بوقفة الشعب كله إيد واحدة. طيب يعني الحقيقة مواقف كثيرة جدا في حياة الرئيس السادات، لكن حضرتك تشوفي موقفه حينما قال سوف أذهب إلى الكنيسة، وبالفعل ذهابه إلى الكنيسة الإسرائيلية، هذا الموقف الحقيقة لما بنشوفه كأجيال تعيش الآن بنجد أن هناك شعور بالفخر، بالاعتزاز، بأن هناك من يدخل إلى عقر عدوه من أجل الوطن، فده شيء الحقيقة نشوفه يعني من حضرتك إزاي. وهناك أيضا لحظة فارقة، وهي لحظة استشهاد الرئيس الراحل أنور السادات، هاتان اللحظتين بالنسبة لحضرتك من السجارة. شوفي، هو طبعا لما قال أنا رايح إسرائيل هوجم هجوم شديد جدا جدا، لكنه
كان دائما لا يعبأ بنفسه، لا يعبأ بالهجوم عليه، هو كل ما يهمه مصر ومصلحة مصر، وهو يعلم تماما ان مع السلام اللي بيحصل. يعني هقول لحضرتك، ان ما كانش انور السادات عمل حرب اكتوبر ثم السلام، شوفي سيناء لو ما كانت سيناء لسه محتلة كان زمانها فيها مستوطنات قد ايه، ملايين المواطنين الاسرائيليين، ما تقدريش تطلعي ملايين. لكن ايام كان في زي قريتين، يميت وواحدة تانية مش فاكرة اسمها ايه، واصر يميت والمسوء اصر انه يخرجهم عشان يستلم سيناء كاملة بلا جندي اسرائيلي عليها. فالحقيقة يعني الشعب كمان وقف جنبه، الجيش كان معاه، ولولا كده ما كانش انتصر. هو انتصر بجيشه وشعبه وتلاحمهم مع بعض، دي مهمة جدا. لحظة استشهاده الحقيقة وهي لحظة يعني فارقة في عمر الوطن المصري، لكنها الحقيقة لحظة مهمة. السيدة انسدت، شوفي هو دفع ثمن كام ديفيد، ودفع ثمن السلام اللي عمله مع إسرائيل، كان هو ده سبب استشهاده. ولكن هو وهو كان يعلم هذا، كان يعلم ان هو مش هيسيبوه، وانا كنت اعلم هذا ايضا، كلنا انا وهو كنا نعلم هذا، لكن لم يسنيه عن الاصرار والتمسك بانه يحط مصر مع اسرائيل في سلام، ولولا الناس اللي كانوا بيهاجموه وهاجموه طول هذه السنين. لو ما كانش عمل سلام مع اسرائيل، شوفي كان موقف مصر النهارده يبقى شكله ايه. الحمد لله هو حمى مصر وربنا حماه، وكونه استشهد فهو شهيد عند الله. حيا رسالة حضرتك توجهيها النهارده لهذا الرئيس القائد الزعيم والزوج والاب في الاحتفال بيوم مولده من داخل جامعة عين شمس، تحبي حضرتك تقولي للرئيس السادات ايه؟ اقول له انت سبت ذكرى لا تمحى، ذكرى عطرة بنعيش عليها ليومنا هذا. النهاردة 35 سنة مرت على رحيله، ومع هذا الشعب بيذكره، الشعب بيحبه، العالم الخارجي مقدره، وأنا فخورة أن أنا أكون زوجة رجل عظيم زي أنور السادات. احنا فخورين بحضرتك جدا وسعداء بسيدة جاني سادات، وربنا يدي حضرتك الصحة وكل سنة وحضرتك طيب. يسعدنا ان يكون لنا هذا اللقاء مع الاستاذه الدكتوره هبه شاهين، استاذ الاعلام بكليه الاداب جامعه عين شمس ورئيس المركز الاعلامي للجامعه. بنرحب بحضرتك معانا دكتوره، وسعداء جدا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكوا، اهلا وسهلا بالتلفزيون المصري دايما معانا. دكتوره هبه، الحقيقه النهارده بجد احنا سعداء بيكوا، سعداء جدا جدا بهذه الندوه مع السيده جاني سادات. الحقيقه جت الفكره ازاي دكتوره؟ الفكره يعني فكره مهمه جدا، الاحتفال بعيد مولد رئيس السادات، كمان القيمه الموجوده في هذا اليوم. الفكره جت من انه احنا عندنا موسم ثقافي وفني للجامعه، بنستهدف فيه تقديم الشخصيات يعني الكبرى اللي لها تاثير كبير على الحياه السياسيه والاجتماعيه والثقافيه، وطبعا يعني لا يوجد أكثر من السيدة الفاضلة الدكتورة جهاني السادات، سيدة مصر الأولى على مدار 11 عام عاصرت لحظات الحرب ولحظات السلام، كانت رفيقة درب للرئيس الراحل، الحائز على جائزة نوبل، صاحب قرار الحرب اللي احنا حاليا يعني كلنا بنحبه، اللي احنا حاليا كلنا رافعين راسنا شرف وكرامة لذكرى هذا الرجل. دكتورة جيهان اختارت يوم 25 من ديسمبر وهو اليوم الموافق لذكرى مولده. كان في حرص من جامعة عين شمس على تكريم ذكرى الرئيس الراحل ومشاركة أسرته يعني هذه الذكرى الجميلة، خصوصا وإحنا يعني بنمر سنويا بذكرى انتصار حرب أكتوبر وذكرى الانتصارات، ويعني يا رب دايما مصر في انتصارات. حبينا ننقل القدوة للشباب، حبينا ننقل لهم روح الانتصار، روح اكتوبر، حبينا ننقل لهم لفتره زمنيه هم ما عاشوهاش، يشوفوا قد ايه مصر عانت لكنها قدرت بالاصرار ان هي توصل. كل الشباب اللي موجود في الجامعه حاليا مواليد التسعينيات، يعني كان عدى حوالي 20 سنه مثلا على ذكرى حرب اكتوبر، فاعتقد انها كانت رساله مهمه انها توصل ان مصر بخير، ان مصر تقدر في اي وقت، ان هذه الرموز العظيمه عانت ولكنها حققت في النهايه يعني ما تريده لمصر.
وبالتالي ده كانت الرسالة اللي احنا يعني كنا بنهدف ليها النهاردة. بجد دكتورة هبة احنا سعداء بيكو جدا وسعداء بقد ايه حضراتكم مهتمين بانكم تعملوا ندوات فيها ترسيخ الانتماء، القيمه، قيمه الوطن، هي الحاجات دي دكتوره يعني دي لازم تبقى موجوده دايما في المؤسسات الجامعيه، حضراتكم حريصين عليها جدا. عند شبابنا كمان الشباب المصري الجميل، يعني كان عندنا كثير من الاسئله كمان لسيادتها ايضا حول رؤيتها للشباب وللمستقبل، لكن طبعا يعني الوقت داهمنا الوقت داهمنا، ولكن الحقيقه تظل مدام جيهان السادات القيمه والقامه الخبيره في الادب، ايضا الخبيره في السياسه والثقافه، من رعت مشاريع رائده للمراه، استاذه جامعيه محاضره في جامعات امريكيه، يعني شهادتها لما نقول جيهان السادات شاهده على العصر هي فعلا شاهده على العصر وشاهده قويه وشاهده محبوبه على فتره غاليه من تاريخنا. دكتوره هبه احنا سعداء بحضرتك جدا وسعداء بجد بشغل المركز الاعلامي في جامعه عين شمس، نملكوا كل التوفيق دايما ولمجهوداتكم. هل في رساله حضرتك تحبي توجهيها النهارده لكل من يهتم بالنشاط داخل الجامعه، ليه ان هو فعلا يكون الشباب وصل لهم لحد عندهم شخصيات بارزه وقيم وقامات مهمه في المجتمع، لابد ان هم يكونوا حريصين دايما يكونوا موجودين مع حضرتك؟ نتمنى ان الجامعه دايما ترجع يعني تمارس دورها بشكل اكبر التنويري والتثقيفي. الجامعه مش مكان بس للتعليم، مش مكان بس للمذاكره والامتحانات، انما دور الجامعه في التثقيف السياسي والتثقيف الفني والتثقيف الرياضي والتثقيف السياسي وتنمية الانتماء وحب الوطن، ده شيء أساسي. ويسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور طارق منصور وكيل كلية الأداب جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق اليوم لاستضافة السيدة جيهان السادات. برحب بحضرتك معنا دكتور وسعداء جدا دكتور طارق. أهلا بك شرفتونا. أولا بنهني حضرتك النهاردة على نجاح اليوم وبجد سعداء جدا، لكن الحقيقة دكتور طارق يعني بصراحة اللي عملتوه النهاردة شيء كبير جدا، فكرة استضافة السيدة جيهان السادات وفي يوم مولد الرئيس الراحل أنور السادات، ده اختيار لليوم أولا، وثانيا قيمة اليوم في حد ذاته والحديث مع شباب جامعة عين شمس عن هذا الرجل القامة ويعني الحقيقة رجل الحرب والسلام وبطل الحرب والسلام. احنا خدنا الخيط من كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أشاد بالسيدة جيهان السادات والدور الوطني الذي لعبته من أجل مصر، وعندما أشاد بالدور الذي لعبه السيد الرئيس عليه رحمة الله محمد أنور السادات. فالحقيقة أخذنا الخيط من كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدفة ان النهارده 25 ديسمبر هو يوم ميلاد السيد الرئيس الراحل محمد انور السادات، عشان نقدم رساله في الوطنيه لاولادنا ولشبابنا ولاولاد الجامعه. وزي ما سعادتك شفتي والساده الحضور كان كم هائل جاءوا من كل فج عميق. النهارده القاعه كانت ملانه، مش طلاب بس ولا اساتذه الجامعه، حتى ضيوف من خارج الجامعه كتير جدا. اول ما عرفوا ان النهارده في جرعه وطنيه كلهم جم وما تاخروش. ما شاء الله يعني حقيقة كميه شباب كتيره جدا دكتور طارق، وده ياكد حاجه الحقيقه مهمه جدا انه جامعه عين شمس وشباب المصري بخير. يعني الحقيقه لو حضرتك جاز التعبير وقلنا ان هذه عينه عشوائيه من الشباب، فتبين ان الشباب في مصر بخير، حابين يسمعوا، حابين يشوفوا القامات، بيحبوا الوطن جدا يا دكتور، مفيش كلام. والله بصي احيانا انا بقول لنفسي احنا مقصرين في حق اولادنا، بس اللي احنا بنعمله النهارده بنحاول نجتهد عشان نحط ولادنا على التراك الصحيح، بنحاول نقول لهم ان دي الوطنية، دي مصر اللي انتم ما تعرفوهاش. لا مصر وجهة نظر حضرتك وحضراتكم بتحاولوا تعملوا الدور ده؟ والله يعني انا اسف اللي انا هقوله، هو في تقصير بيبدأ من الاسرة بمرورا بعدد كبير من المؤسسات الثقافية والتعليمية داخل البلد. المناهج التربية الوطنية والتربية القومية اللي كانت موجودة في المدارس الآن هي مجرد صم وحفظ، ما بنقولش للشباب يا للأسف هذه المناهج ما بتقولش للشباب يعني إيه مصر، يعني إيه مصر الحضارة، التاريخ، الوفاء، الإخلاص، الوطنية، كل هذه الصفات إذا ذكرت تذكر مصر. دكتور طارق هنستغل حضرتك معانا وحضرتك منسق اليوم النهارده لكن حضرتك استاذ للتاريخ، بوجهه نظر حضرتك هل يجب ان تعاد مره اخرى مناهج التاريخ؟ هل يجب ان ينظر فيها بشكل مختلف؟ هل لابد من صياغات جديده تواجه يعني هؤلاء الشباب وتواكب فكرهم؟ هؤلاء الشباب يحبون الوطن وينتمون اليه بشده، لكن زي ما حضرتك قلت هناك يعني
فجوه مهمه يعني خطيره جدا، وفكره المناهج التعليميه لانها اهم نقطه الحقيقه. ده سعادتك لمست نقطه خطيره جدا. انا بناشد معالي وزير التربيه والتعليم، ارجوك مقررات التربيه الوطنيه والتربيه الاجتماعيه والمواد الاجتماعيه عايزه اعاده نظر من اول وجديد، ويجب ان الساده المعلمين يعاد تاهيلهم عشان يعرفوا ازاي يدرسوا التاريخ لاولادنا في المدارس. معالي وزير التعليم العالي، ارجوك ضع ماده في مقررات الكليات اسمها مصر والعالم، اسمها حضاره مصر. ارجوكم يا جماعه، مصر قيمه كبيره، لابد ان اولادنا يعرفهم يعني ايه مصر. اللي في كليه الطب وبيدرس لازم يعرف يعني ايه مصر، اللي في كليه الهندسه، اللي في كليه الزراعه، اللي في كليه العلوم، زي اولادنا اللي في المدارس ما قبل المرحله الجامعيه، لابد من ان احنا نقول لهم يعني ايه مصر. الحقيقه مصر قيمه كبيره جدا في نفوسنا كلنا دكتور، لكن الحقيقه اللي حضرتك تحب توصله النهارده من خلال اليوم ده، مصر في نفوس ابنائها بشكل كبير جدا، مصر في نفوس شبابها بشكل كبير جدا. الحقيقه بنشكر حضرتك على نجاح اليوم، لكن هل نتمنى يا دكتور ان شاء الله نشوف مع حضرتك قامات اخرى زي قامه الدكتوره جيهان السادات كده الفتره القادمه في جامعه عين شمس؟ جامعه عين شمس لا تتورع ان هي تسلك المسلك الجدي لإعلاء شأن مصر ولرفع الحس الوطني عند المصريين ولتنمية القدرات الفكرية لأولادنا في الجامعة. وأنا أحب يعني أعلن لكم بأنه إن شاء الله الأحد القادم هناك احتفالية الوحدة الوطنية بعنوان يد واحد وطن واحد، والجامعة بتنظمها يعني بالتعاون مع عدد من المؤسسات والفنانين، وعلى رأسهم الفنان طارق دسوقي مشارك معنا في هذا التنظيم. واعتقد هذا اليوم لن يقل اهميه او وطنيه عن لقاء اليوم. الحقيقه احنا نكون سعداء جدا بوجودنا مع حضراتكم دكتور، والتلفزيون المصري مهتم جدا الحقيقه بكل ما يعلي من شان هذا الوطن. سعداء بحاجة دكتور طارق ورسالتك اللي بتوجهها النهارده لكل شاب من شباب مصر، شايف حضرتك مش بس شباب جامعه عين شمس لكن شباب مصر يعني، والحقيقه اللي نخرج بيه من اليوم ده اشياء كثيره جدا. شبابنا ارجوكم ابتعدوا عن الشائعات، شبابنا ارجوكم قربوا من مصر، ارجوكم حبوا مصر. يعني الحقيقه دكتور سعداء بحضرتك جدا دكتور طارق، وبنهنيك مره تانية، الف مبروك نجاح اليوم وبالتوفيق دايما دكتور طارق. مرسي يا فندم، شرفتونا. ويسعدنا ان يكون لنا هذا اللقاء مع الاستاذ الدكتور صديق عفيفي. بحضرتك معايا دكتور صديق، وسعداء بحضرتك جدا معانا. اهلا وسهلا دكتور صديق. حضرتك النهارده حريص على التواجد في جامعه عين شمس في حضور السيده جيهان السادات، الحقيقه يعني لفته رائعه جدا من حضرتك بنشكرك عليها، ونفهم كده من حضرتك يعني حضرتك كنت حريص النهارده ليه على التواجد في هذه الزياره؟ لان السيده جيهان السادات والرئيس الراحل زوجها الحقيقه الاثنين قدوه من اعظم القدوات. انا نفسي بتعلم من السيده جيهان كل ما اقعد معاها، كل ما اقعد معاها تلاقي في كلامها وتعليقاتها العاديه وقصصها من ذكرياتها كل حكايه فيها معنى وفيها قيمه، فحضوري انا اصلا عشان اتعلم منها يعني. دي لكن احنا بجد يعني سعداء بالفكر ده من حضرتك. الله يخليك. النقطه الثانيه ان انا سعيد جدا باسترجاع تاني ذكريات حرب اكتوبر وعظمه الرئيس السادات، الحقيقه حاجه غير معقوله. تصوري حضرتك مره بتحكي هي بتقول يوم 6 اكتوبر وهو خارج بقى، عمره ما قال لها ان في حرب وعمره ما قال لها ان هي، فيوم 6 اكتوبر لقيته لبس البدله الزرقاء وحط شنطه هدومه معاه واخدهم وخارج، فعرفت ان اليوم ده هو يوم بقى الحرب. يعني الحقيقه حفاظه على سر حتى من زوجته يا دكتور، حتى من زوجته. فهو خارج بقى خلاص بقى الدنيا وجايز ما يرجعش، فقال لها، قالت له انت رايح تحارب تحاربه النهارده؟ قال لها فعلا؟ قالت له ان شاء الله ربنا ينصرك، لكن حتى لو ما انتصرتش هيبقى انت حاولت. بتقول فالتفت الي غاضبا وصرخ باعلى صوت، لا هننتصر هننتصر، قولي ورايا انا هننتصر، ومشي. هكذا الاصرار على النجاح والاصرار على النجاح. الرئيس القائد الراحل يا دكتور. طيب الحقيقه جامعه عين شمس احتفت بذكرى الرئيس الراحل بعد 100 سنه من مولده، لكن ده انا بظل ببتكر ان في المئات السنين الجايه برضه الناس هتحتفل بهذا الرجل العظيم. سادات ما كانش رجل عادي، كان امه، كان امه.
رحمة الله عليه دكتور. الحقيقة سعداء بحضرتك، ويعني تحب توصل أي رسالة لكل الشباب اللي شايفين حضرتك، والحفاظ على فكرة القيمة وفكرة أن هناك انتماء لهذا الوطن ولقيادات ويعني كل من قاد هذا الوطن إلى أشياء كثيرة. كلمة قصيرة جدا إلى السادات، رسالة: اقتدوا بأنور السادات، وإلى البنات: اقتدوا بجهان السادات، فحياتهم الاثنين كلها قيم ومبادئ. National, that of course he has the Arab cause in his heart.
He's got a sense of timing. He understands his public. He knows how to deal with other politicians extremely well. At the same time, though, I think we must admit he is a statesman. أولا التاريخ هيتوقف كثيرا أمام الدور الرائد والعظيم اللي عامله الرئيس السادات في تاريخ مصر. كان قرار صعب قوي ان حد ياخده في الوقت ده بعد التجربه بتاع 67. هو خد القرار. القرار كان في منتهى الصعوبه ان ياخد قرار ان هو يشن الحرب. السيد جيهان السادات قالت ان حضرتك واخد ذهاء السادات وذكاء جمال عبد الناصر. دي مجامله لطيفه مني يعني. انا بقدرها. كاريزما جمال عبد الناصر. ان حضرتكم ما تعرفوش ان السيده جيهان قامت بدور وطني عظيم جدا في الفتره ديت. فهي قامت بدور كبير جدا، كانت ام المصريين في الوقت ده. انا كان اقل حاجه ممكن اعملها مع السيده جيهان واسره رئيس السادات انه تدعى في اليوم بتاعه اكتوبر ده بتاعه تدعى وتبقى حاضرة وتقعد في أول صف كزوجة راجل عظيم زعيم عظيم لعمل كتير لبلد. أنا مش عايز أتوقف فقط عند قرار أكتوبر، في قرار تاني كان قوي جدا، القرار بتاع السلام. دلوقتي بقى احنا كلنا عايشين موضوع السلام، مش مقدرين الحالة اللي احنا في المنطقة في الوقت ده كانت عاملة ازاي، عشان يجي رئيس دولة ياخد قرار بانه يعمل نقطة انطلاق جديدة لحالة جديدة خالص في المنطقة، وهو دفع صحيح ثمن ده. ويا ايتها الام السادة، ويا ايتها الزوجة المترمنة، ويا ايها الابن الذي فقد الاخ والاب والاب، يا كل ضحايا الحروب املأوا الارض والفضاء بتسابيح السلام، املأوا الصدور والقلوب بآمال السلام، اجعلوا الأنسجة حقيقة تعيش وتثمر، اجعلوا الأمل دستور عمل ونظام،